سابقا في روبيك. هذه اللعبة اللي وعدتك بيها اسمها روبيك. هي صعبة شوية بس هني نعرفك شطور وحتتعلمها بسرعة. وهذه لي يعني اعتبري ولدك في الحفظ والصون بعون الله، ما بين مشيتي وجيتي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. ديري بالك عليه يا نوري، مش حنوصيكم. توصيش عليه مروان، أنت غير توكل على الله بس. مروان هذا زي ولدي. أمك وأبوك ماتوا يا مروان. ماتوا. طاحت بهم الطايرة وهم مروحين. يعني ما ركبتهاش. قداش ليك كنت تحاول تحل هاللعبة المعقدة هذه؟ حيجي يوم نركبها. أبطال عمرك إن شاء الله. أنا ماشية. يلا سلام. والله وكبرتي يا أميرة. وجي الوقت اللي نزوجك فيه راجل معبي ومبرز يطلعنا من الفقر اللي احنا فيه. خذوهم كويس وحطوهم في شنطة عربية. انت شو بدي اطلعك فيها؟ ممكن نبيك تكدلع فراد. اسفة ما نكلمش في كل من هب ودب في الشارع. معقولة تديروا زيارة ليلية للمخزن التموين بدون ما تعزمونا ولا تبلغونا حتى بالكذب؟ انت كنت تتصلوا بينا يا راجل ولا تعطونا حتى أنا. ما تعودناش نعزم حد في زيارتنا الليلية. لو كانت نهارية كنا عزمناكم أكيد. ما لا تعرف كيف صديقي الزيارات الليلية غير مسموح بها داخل حدودنا الإدارية. شاف فيها مصباح أخوك أيمن. خير أيمن. ما فيش رد. شو تتوقع؟ فيش إلا صقر يديره. ما تتسرعش. البلاد معبية ميليشيات من كل نوع ولون. ومين يقدر يسترجل يقرب خوش شامخ؟ مرات موضوع فلوس وفدية. لو كان يبوا فلوس كانوا اتصلوا بينا. طيب احنا شن وصلنا للحال هذا؟ ما هو كان سمع كلامي بدل ما يضيع وقته في الجامعة والقراية والكلام الفارغ راهو جيع عوني. راهو تو يدور بحراساته وما فيش حد يقدر يقربه. لكن شو بندير له؟ طالع لي واحد خيخة حتى اللي يشبح في الشارع ما يقولش خوي بكل وكل من هب ودب مستوطي حيطه. يا ما كلمناه ونصحناه قل شيء خلي سيارة حراسات تمشي وراه مسكر راسه.
الشباب قاعدين يراجعوا في أوامرك يا شامخ. شنو اسم أخت صقر اليوم حكيت لي عليها؟ فاطمة. تقرأ شهادة ثانوية. جيبوها. خلاص اوكي، انا شوي بنخدم انا وفاطمه من غادي. باي باي ترو. انت ما تعيش من لكلك والدواء في الموبايل؟ كنت اكلم في صحباتي. يا تحبيهم هلبا صحباتك اللي مقطع الرصيد على خاطرهم. كنو كلمت صحباتي ما بنكلم. يا افطري افطري باهي، ردي بالك بعدين تجيني وتقولي لي نبي حق كارتيا. خلاص راه معاش الضمان الشهر هذا بح ابن عليه طابية. شكرتا قاعدة ولد. ما هي في أزواج. من وين خنبت؟ من درسة قدام الجامع. حتى الجوامع مش مسيبينهم يا سبحان الله. وين التقوى والإيمان؟ وين؟ هادو 10,000، ولو أن سيارتك مفروض حقها 9.5 بس، لكن انت زبون عندنا وديما تجيب لنا في السيارات البهيات، زدناك المره هذه. لكن يا تجيب. لا لكن لا فاكن. خذ فلوسك خير ما نغير رايي ونمشطها منك ببلاش. خان ابو يشرط سبحان الله. ياسر وانت كملت مخزون البلاد من المية. نك السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا شيخنا، انت وين كنت؟ كنت نك في سوق الخضرة. ما 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 سمعتوش نك التفجير اللي توا؟ ايه سمعناه. وين بالضبط؟ قالوا هناك قدام السفارة نتاع هناك الطليان. معناها أقول تشاو على تأشيرات إيطاليا. تشاو هناك الريفاداتشي فوقها. أحسن يا راجل أحسن. هناك يخلي الشباب ينطمر في هناك بلادها خير من هناك تقوبع برا. الشباب مفقع في الانقوليات وبلا خدمه، ونصهم ماتوا بالميتانول يا بوره. دي شو تبيهم يديروا؟ لا هيك. السلام عليكم.
حاج فوزي تعال الورشة بسرعة. تقول الأرقام إن نسبة الجريمة ارتفعت بمعدل 30% في الأشهر الثلاثة الماضية. السرقة بالإكراه هي أكثر الجرائم انتشار، حيث يحدث يومياً ما لا يقل عن 20 حالة سرقة بالإكراه، أغلبها للسيارات. أما جرائم القتل فهي في ارتفاع كبير، حيث وقع الشهر الماضي فقط 32 جريمة قتل، وهو رقم كبير للغاية. هذه الأرقام المرعبة دليل على ضعف الأجهزة الأمنية وعدم وجود خطط لمكافحة الجريمة، والمتهم الأول والأخير هو الأجهزة الأمنية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا النقيب أحمد الهادي أمر القوة المركزية. أهلا بك سيادة النقيب. في البداية أنا عقيد ومش نقيب. نعتذر سيادة العقيد، الباين أن أرقام الجريمة العالية خلتنا نغلطوا حتى في الرتبة متاعك. ومن قال الأرقام هذه صحيحة؟ لدينا مصادر خاصة تؤكد هذه الأرقام. اذكرنا المصدر هذا لو سمحت. سيادة النقيب هي مصادر خاصة ولا يمكن الإفصاح عنها. قلت لك أنا عقيد ومش نقيب. عموما سبلتكم هذه نعرفوها كويس، ولما تبوا تروجوا لإشاعة معينة تحطوها في رأس المصدر الخاص اللي غير معروف واللي مش موجود أصلا. يعني سيادة النقيب، آسف العقيد أحمد، تبي تقنع المواطن توا أن ما فيش جريمة في بلادنا إطلاقا؟ الجريمة موجودة سواء في بلادنا ولا في بلدان العالم، لكن ذكر أرقام غير صحيح بالمرة هذه جريمة في حد ذاتها. وبرنامجك من الواضح أن الهدف منها تشويه جهازنا رغم جهودنا الكبيرة اللي يعرفوها كل الناس. أي جهود يا سيادة الرائد أحمد، الأرقام تتحدث بنفسها. الجريمة منتشرة في كل مكان، والسبب كما يقول الناس هو ضعف الأجهزة الأمنية اللي تقودوها. لولا جهازنا يا سيد لم ترى الحياة في الشوارع، ولا كانت هناك دراسة، ولا سيارات تشوب الشوارع، ولا مخابز تشتغل، ولا محلات تفتح أبوابها. لكن زي ما قلت لك الغرض من برنامجك واضح، وأمثالك من اللي باعوا ضميرهم. يبدو أن فقدنا الاتصال بالنقيب أحمد الهادي. حقيقة حجته كانت ضعيفة للغاية وردوده كانت ضعيفة جدا، ومن الواضح أنه غير مؤهل لمثل هذا المنصب. وندعو من هذا المنبر كل المسؤولين لتفعيل الأجهزة الأمنية وضخ دماء جديدة فيها. والآن ننتقلوا إلى فاصل قصير، وبعدها حيكون معنا أحد رجال الوطن الشرفاء اللي ساهموا بقوة في إرساء الأمن والأمان في بلادنا، السيد صقر عبد السلام، فكونوا معنا. ترام بدي لي السمن. الحاجة مريم قلت لك صفة البكلاوة لازم توصلها الليلة. هو مش فاتح تولدها بعد غدوة؟ أعطوها لها غدوة. والله هي هيك قالت، بكتب توزع منها قبل الفاتح. العفو يا ربي، الناس معاش عندها صبر بتطير. صباح الخير. صباح النور. طيب قلتي مديري اللي هنا خير الكوجينة. هو انت دافع حق الصالون؟ نودي وفادري الفطوري. نودي. حاضر يا ابوي. اهلين وفاء، كيف حالك؟ أهلين سالم، شن جابك؟ طمنيني عليك وعلى الحاجة، إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. خير سالم، في حاجة؟
مروان تعارك مع شباب وراهو رفعوه بالسيارة. من هما الشباب وين رفعوه؟ والله ما نعرف، مجموعة مسلحين جو بيخطفوا زوج بنات وتعارك معاهم مروان ورفعوه حتى هو راه. ربي يستر توا بس كي بنقولها لأمي. أنت غير صبري بالك شوية، بالك اليوم يطلقوه، وكان ما طلقوش بعد نقولي لها. تملي طقطق على الباب يا وفاء. حد يا بوي، هذه واحدة جاية تساسي. إياح، قولي لها وين هالسيولة؟ كان عندها فلوس تعطينا. برا أنت توا، تو نعرف كيف نتصرف. أهلا بكم من جديد، والآن كما وعدناكم معنا أحد رجالات الوطن الأوفياء السيد صقر عبد السلام. مرحبتين بيه. أهلا سيد ربيع، شكرا لك على الترحيب. حقيقة أستاذ صقر ما نبيش نحكي لك على كم الاتصالات الهائل اللي طالبوا بإجراء لقاء معك. بارك الله فيك وفيهم، وهذا من دواعي سروري وإحنا دائما في خدمة الوطن. يا ريت تحكي لنا كيف استطعتم القضاء على الجريمة، والأرقام قدامنا اتأكد انخفاض معدل الجريمة في المناطق اللي قمتم بتأمينها. اتفضل، المساحة ليك. تشبح لي؟ آسف. ياسر أنت أكيد في غلط في الموضوع، بعدين كان يبوا يضرونا رو ما خلوناش لي توا. نبر الدم أنا كله مش خايفة. مفروض أنت ما تخافيش، وراك خوك صقر، أنا اللي المفروض نخاف ما وراي حد. أنت شو خلاك تتدخل؟ لا في أنا جيت ننقذكم. مش قصدي، لكن أنت ما تعرفناش، علاش حاولت أنك أنت تنقذنا؟ كنت حندير نفس الشيء لو كانوا بنات تانيات، في الأخير بناته لازم الواحد يدافع عليهم. زعما؟ إيه هذا اللي كان حيصير. وين؟ وش انتبهوا منا؟ ربيع قاعد برا دخله هاي برا، انت تو تلاقوا بعدين في الليله. ذوقك قاعد راقي يا فندي صقر. اهلين اهلين مودينا الحبوب. ها شو رايك في حلقه اليوم؟ امسحت لك باللي اسمه احمد الهادي ارضية الاستوديو. اليوم كفيت ووفيت، فشيت لي غلي في العقيد احمد. قصدك النقيب. انا مبسوط منك يا ربيع، حنبسط منك اكثر اليومات الجايه. احنا في الخدمه يا فندي.
هذه قائمة فيها شوية أسماء نبيك تحرقها منيح برنامجك، وتلقى فيها وثائق مضروبة وصور فوتوشوب عرضها كدليل تثبات في برنامجك. كون هاني، بس ما نوعدكش إن الأسماء كلها حنوصلوا فيها. معقولة خايف معك صقر؟ مش هيك يا فندي، بس انت تعرف ان سياسة القناة مرات تفرض علي الشيء هذا. سياسة قناتكم خليها علي انا. هاي توه تقدر تمشي وتلقى الظرف متاعك مع جمال. صح صح، شنو الوضع؟ أخت صقر نازلة في الضيافة عندي. وكلتها هو؟ أكيد. ما نبيش حد يغلط فيها، وأي حاجة تبها جيبوها على طول. حاضر يا شامخ. شنو في حاجة تانية؟ في صحفي كاتب مقال عليك. يشكر ولا يذم؟ مقالة كلها سب وشتم مباشر. اسم الجريدة؟ جريدة الأحداث. جيبوا الكاتب. لا. رئيس التحرير. لا. جيبوا اللي ماسك الصحافة بطوبته اليوم. اليوم يكون عندك. صقر ولا مازال؟ لا مازال. راجلين نقول لك الا قول لي شن حال بنت خالي مريم؟ كويسة سلم عليك. رد بالك عليها كويس يا ابو نسيب، ما نبيش حاجة تنقصها. كون هاني يا ابو نسيب، خيرك مغرقنا. ايوه سعاد معاك. شن صار في ام البنت، وافقت ولا مازال؟ الحمد لله. واخيرا قلتي لها اني تاجر كبير وعندي حشو. الله عليك يا سعوده، ربي يخليك لي يا بنت عمتي. باهي امتى نجي نشوف البنت؟ ما قلت لهاش. باهي لما تقولها بلغيني، وبشارتك عندي. سلامات سلامات يا وجه الخير، سلامات. معجب بملابسه الداخليه، هنعمل له ايه؟ طيب لطفي
البيت. اتصل بصقر تو. ما فيش داعي. وين كنت؟ قصة طويلة تو نحكيها لك. نبي نستريح تو. ماشي. برا استريح تو. لكن قبل كل شيء لازم نعرف شكون اللي شدوك. جا منية شدوني ببلاغ كيدي ولما عرفوني خوب طلقوني طول. ماشي. برا استريح تو. وبعدين نحكوا على كل شيء. اطلقوا البنت طول ووصلوها لأقرب طريق توصل منها لحوشة وأوهموها أنكم جهة أمنية وأنكم كنتوا شاكين فيها في قضية أمنية لا غير. علم مجال التنفيذ. تعرف يا أستاذ بشير أن العقيد أحمد من أكفأ الضباط في البلاد على الإطلاق وعنده قوة كبيرة تقدر تعتمد عليها. شرفت معرفتك سيد العقيد. الشرف لينا أستاذ بشير. البلاد في حاجة لناس وطنيين زيك وللأسف الجريمة في ارتفاع بشكل يومي ولازم نوقفها جادة. خلي أكون معكم صريح. أنا كنت متردد جدا من استلام الوزارة لسبب واحد. المنصب اللي ما نقدرش نأثر فيه حيكون مجرد اسم وصفة ينكتب على الكروت بس. وانتوا سادة العارفين كيف كان وضع وزراء الداخلية في السابق. مجرد منظر بس. عندك حق يا أستاذ بشير. لكن الوضع تو يختلف. ميزان القوة تغير. والعقيد أحمد عنده قوة لا يستهان بها. حتساعدك وتآزرك باش تنفذ كل مخططاتك الأمنية. شو رايك؟ لازم نسمع ردك النهائي، ما عنديش وقت نضيعه. على بركة الله. أهلا بك معنا.
بشير وافق على منصب وزير داخلية. طلعت القرار؟ خليتهم يطبعوا فيه وغدوة حيتم تعميمه. كلم الشباب يضيفوه عندهم. حاضر. كم تتوقع يقعد؟ كان ما اسمعش كلامنا مش حيفوت شهر. تمام يا موفق. أي أوامر تانية؟ العقيد أحمد بدون توصية داخل في المخطط. ما خابش ظني فيك يا موفق لما اخترتك للمنصب، تفهمها وهي طائرة. تلميذك يا أستاذة. تقدر تمشي توا. It's done.